أهلا بكم مشاهدينا في برنامج كلمة امرأة، حيث الكلام يعطى لنساء ليروين تجاربهن بأنفسهن. نذهب في هذه الحلقة إلى إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد السكان، ونلتقي بآتي روليانتي. آتي سيدة مسلمة تعمل في وزارة الشؤون الدينية في إندونيسيا، لكنها عندما تنتهي من عملها تعود إلى المنزل لتمارس هواية ورثتها عائلتها منذ أجيال، أي صناعة التماثيل لسرد حكايات الآلهة الهندوس. ومع أن صناعة تماثيل تمثل الآلهة أو البشر محرمة تماماً في الإسلام، إلا أن آتي لا ترى في الأمر ما يتعارض مع إيمانها في بلد تأثرت ثقافته بالإرث الهندوسي الممتد على مدى قرون. Kerja di Departemen Agama tapi di Diklatnya. Diklat itu tempat pelatihan untuk guru-guru dan untuk أعمل في وزارة الشؤون الدينية. أعنى بتدريب أساتذة الثانويات. في الحقيقة أنا أعلمهم أصول التدريس وقواعده. أراقبهم بعد إنهائهم الفترة الإعدادية. وهكذا يمكن التحقق من نهجهم التعليمي. Untuk micro teachingnya, maka kami melihat bagaimana mereka cara mengajarkan mereka sebenarnya kepada para siswanya itu. Kami tidak membuat patung, tapi membuat seni. بعد العمل أعود إلى البيت. إننا لا نصنع تماثيل. إنما نقوم بعمل فني. لو صنعنا التماثيل لتكريمها لمنعنا من ذلك، فضلا عن أنه لا يجوز أن يشبه التماثيل البشر، غير أن الدمى ليست تماثيل تكرم أو تقدس، إنها عمل فني، نحت أو حياكة. هو عمل دقيق للغاية. لا ننسى أن نحت التماثيل عندنا فن وحب. نلبس التماثيل بمادة تأتينا من اليابان، وهذه العملية تتطلب وقتا طويلا، ففي اليوم الواحد يمكن تلبيس 3 دمى، أما الدمى الصغيرة فيمكن الإعداد لخمس منها. هذا العمل دقيق ويتطلب تركيزا كبيرا. مسرح الدمى ذو وجه تبشيري، وفي الإسلام الإندونيسي إن هذا المسرح وسيلة لنشر تاريخ الإسلام بين الآخرين. waktu di kita di Indonesia pada masa-masa Hindu itu berkembang sebuah أما صناعة الدمى فقديمة وترقى إلى عهد كانت إندونيسيا فيه هندوسية العقيدة. Kita masukkan misi-misi Islamnya di situ. Ternyata misi Islamnya cocok. نحن اليوم نواصل هذا التقليد وقد أدخلنا فيه الأصول الإسلامية، ونرى أن ذلك تطابق مع قصص مسرح الدمى. لنأخذ شخصيتي راما واستيا في الرامايانا، إنهما مثال العائلة المتجانسة ورمز الحب الأزلي. فعندما خطفت استيا انطلق راما يبحث عنها، مبديا في ذلك أمانة الحب الزوجي ووفاء الرجل لامرأته. إنها إحدى قصص مسرح الدمى الذي أصبح بذلك وسيلة أخرى للتعليم في مجتمعنا. لا، نحن لسنا صانعي تماثيل، بل أننا ننتج فناً، ولا نذهب إلى إجلال التماثيل وتكريمها. بين السعودية وإندونيسيا وجوه شبه ووجوه تباين. إنهما تلتقيان في تطبيق الشريعة، أما الاختلاف ففي الطباع والثقافة. فالسعوديون تنقصهم المرونة، ولذلك هم كما تراهم. الإندونيسيون مسلمون، فضلاً عن كونهم لبقين. إنهم يتبعون تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أن روح الأسرة والمجتمع أمر أساسي عندهم. أما في السعودية
فقد رأيت في القليل الذي رأيته أن الأمر غير ذلك. Yang akhir-akhir ini banyak bencana alam yang menimpa kita. Untuk kita orang لقد تعرضت إندونيسيا لكوارث طبيعية. وهذا بالنسبة إلينا نحن المسلمين إنذار رباني. فأول إنذار كانت تسونامي. في ثوان معدودة أباد الله منطقة آسيا بكاملها. وإننا نلمس في ذلك قدرة الله تعالى، فإن شاء الله لهدم ما شاء. Dahsyatnya betapa Allah maha kuasanya hanya dengan hitungan detik Allah bisa menghancurkan apa. إن رؤية هذا المشهد تدفع بنا إلى مزيد من الإيمان والورع. Kepada Allah ketika melihat satu kejadian itu. Jadi itu adalah. فمن واجبنا المزيد من الصلاة. فقد يأتي غدا دورنا. من يدري. Siapa tahu besok lusa itu adalah kita yang kebagian. منذ 50 عاماً وقعت فرنسا والجزائر اتفاقيات إيفيان وأنهيتا حرباً دامت 8 أعوام. ما واقع